لو ما كانش لعيب كوره كان هيبقى ايه؟ كنت هبقى ايه؟ اشتغلت كل حاجه. اشتغلت ايه؟ اشتغلت نجار واشتغلت حلاق واشتغلت حاجات كتير بس مش فاكرها والله. بس في حاجات اللي هي اللي كنت ساعات بروح اصطاد سمك مثلا عشان وبيع. لا ما كنتش ببيع، كنت بعمله واكل. تاكله انت ليه؟ ايه الشغلانه من دول اللي انت شغلتها يعني اللي اثرت معاك او علمت معاك او كنت حاببها؟ نجار. كنت شغال نجار قبل كده وبتاع، بعدين مسمار راح داخل في رجلي من ساعتها ما اشتغلتهاش. اشتغلتهاش ليه؟ لا لا لا. الحاله الاجتماعيه صراحة محسن ايه؟ زي متجوز خاطب. متجوز. متجوز. ايه هوايات صلاح محسن بعيد عن الكوره؟ بيعمل ايه بره الكوره؟ اخلص تمرين ممكن اروح اقعد مثلا مع اصحابي، ده نادرا ان انا اقعد مع اصحابي، ما بحبش اقعد في كافيهات خالص. بس ساعات ممكن اروح اقعد مع اصحابي يعني هم انه خلاص هم قرروا ان انا اقعد في كافيه، بنقعد في كافيه. باجي مثلا اقطع اصحابك ده بلاي ستيشن. انت بتعرف تلعب بلاي ستيشن كويس؟ طبعا جدا. بتكسب مين وبتخسر من مين؟ سواء في الاهلي او في المنتخب؟ انا كسبت في المنتخب تريزيجيه، وكسبت من تاني في الاهلي. طيب في الاهلي حسين الشحات والسليه محمد هاني وياسر ابراهيم. كنت بتكسبه؟ بتخسر من مين طيب؟ خسرت من احمد الشيخ، احمد الشيخ بقى كويس. احمد الشيخ لعيب. وخسرت من مين؟ لا ما خسرتش الا من احمد الشيخ. احمد الشيخ بس؟ اول مرتب خدته في ايدك كان كام؟ اول مرتب فين؟ في ام بي في ال حتى لو بره الكوره يعني اول فلوس خدتها في ايدك 150 جنيه. كان ايه؟ كان اول فلوس خدتها من القبض بتاعي في ام بي وانا صغير. خدت 150 جنيه. انت بتلعب في ام بي وانت عندك كام سنه؟ 9 سنين ولا 8. كنت بتشتغل لما كنت شغال الشغلانات دي؟ كنت بتشتغل وانت لعيب كوره؟ كنت بشتغل ساعات. بص ما اعمل ايه لسه صغير. اول عربيه جبتها كانت تمنها كام؟ ما جبتش عربيات لما كنت لما طلعت الفريق الاول في ام بي. يعني ما جبتش ما كانش معايا عربيه في الناشئين خالص. جبت عربيه 160,000. 160؟ لما طلعت الفريق الاول في ام بي. تغوصك ايه في رمضان؟ في رمضان؟ بنام طول اليوم. بتنام كتير؟ مثلا اسهر لو حتى لو قمت ما اصلي اليوم كامل والعب بقى العب بلاي ستيشن العب كوره ساعات عادي. وانت صغير في رمضان في الدورات الرمضانيه تفتكر كده دوره كانت مهمه؟ انا لعبت دورات رمضان كتير وخدت كنت كل دوره لازم اخد فيها احسن لاعب. خدت حوالي 16 حاجه اللي انا اخد احسن لاعب. كان دايما بيبقى واحد عندنا كان حريف في الفريق يعني اسمه حسن، كان دايما يقول لي ما تجيش معانا عشان اخد احسن لاعب. صلاح محسن هادي ولا عصبي؟ جدا عصبي جدا. انت كنت اتعصبت وكنت هتضرب حد او ضربته؟ اتعصبت على اخويا قبل كده بس اخويا ضربني. مش هضربه بره. ما فيش حد اتعصبت على ناس برضه بس هو بس هو مش عشان ما اتخانقش. بس ايه الاكله المفضله صلاح محسن؟ الاكله المفضله كنتاكي ورز وفاصوليا. والاكله اللي عمرك ما اكلتها؟ يعني الاكل اللي عمري ما اكلها اللي هي ايه؟ العدس. بس العدس ساعات باكله وساعات لا، بس ده ما باكلوش خالص يعني. اول مره كنت طياره كان ايه؟ في اليابان مع كابتن ابو ربع بصمات. كنا لسه مسافرين وبتاع وجيت تعبان. اول رحت من رحت السفريه اول ما وصلت لعبت من اول سفريه لاخر سفريه ما لعبتش كوره خالص. اصعب رحله طيران هي دي. اصلا اصلا لما سافرت اليابان ما لعبتش خالص كوره. ما لعبتش. لعبت ماتشين وبعد كده ما قدرتش تعبت. معايا بقى لعيبه كتير هم دلوقتي. مين اللي بيختار لك لبسك؟ دلوقتي؟ انا بختار لبس ساعات مراتي بتختار لي لبسي. بتقول لي لا ده وحش ده كويس فعادي يعني ببقى. بس هي بتبقى معايا في كل حاجه يعني. صلاح محسن عنده فوبيا من ايه؟ ايه الحاجه اللي بتخاف منها؟ الادوار العاليه البحر والقطر. بتخاف منها؟ ما اعرفش اعوم. ما تعرفش تعوم؟ ما تركبش قطر؟ لا بركب بس لو جه في وشي كده اخاف منه. يعني مثلا اجري بعيد قوي عنه وصوته برضه بخاف منه. بتعمل مقالب ولا بتعمل فيك مقالب؟ انا بعمل مقالب. ايه ابرز مقلب عملته؟ ابرز مقلب عملته كان في واحد صاحبي
لا مش كان واحد صاحب، كنا في الاستراحة في إمبي. فالحوار كله كلهم نايمين وناس على الصبح بدري عندنا تمرين. فرحت لم الشباشب وكل حاجة اللي في الاستراحة ورحتهم في الفليزر. الفليزر طب يعني ايه انا لوهاش ولا بتبقى صعبة؟ ده حاجة صعبة اللي هم يدوروا يلاقوا فيها فاهمني، فمش هيلاقوه. فهم دوروا بقى والاتوبيس مشي وعمال يدور على الشباشب مش لاقيين. متعملش انت فيك معلومة قبل كده؟ لا اتعمل فيا، اتعمل فيا واحد صاحب اسمه الله يرحمه اسمه عبد السلام. كان لابس وش ودخل معايا بالليل وش كده شكله وحش جدا. فلقيته راح طفل السكينه بتاعت الاستراحه وراح دخل علينا. دخل علينا بقى راح نضت من على السرير نزلت تحته. يا نهار ابيض اقسم بالله خلينا مش قادر وعمال اعيط على السرير. ايه الموقف في الكوره اللي عمرك ما تنساه؟ في حاجه حصلت في الكوره كده عمرك ما تنساه؟ موقف في الكوره؟ موقف في الكورة هو أصعب موقف يبقى موجود عليا اللي أنا مثلا ملعبش. هو ده أصعب موقف اللي أنا ملعبش على طول. زي ما أنا كنت أنا بص أنا توقف جدا تلعب وقعدت ناشئين بص ما قعدتش ماتش ولا طلعت في حياتي ما طلعتش بره الأسكور ماتش. دايما ببقى زعلان من حاجات اللي هي مثلا تيجي مثلا ليك فجأة كده إنك مثلا المدرب طلعت بره الأسكور. ده مش عيب، ده وارد في الكورة يعني. بس ده انت مش واخد عليه من صغرك فاهمني. انت وانت صغير ما بتطلعش بره وعارف انك بتلعب وبتكسب فريقك وربنا ماشي ماشي معاك وربنا مساعدك عشان انت دايما جنب ربنا والحمد لله يعني. فكل واحد عارف نفسه واثق من نفسه، فدي بتبقى اصعب حاجه عليا يعني. معلوماتك في الكوره عامله ايه؟ معلوماتك عامله ايه؟ عندك معلومات في الكوره ولا مش قد كده؟ لا مش قد كده. الاهلي خد بطوله الكونفدراليه كام مره؟ واحده. كابتن صلاح شرفتنا ونورتنا. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي يا كابتن صلاح. طيب.